انا والله في تواجد في القاهره بتصوير عمل فني كوميدي من انتاج شركه الصدف. طبعا هذا العمل فريد من نوعه بحيث انه بطريقه جديده واسلوب جديد في طرح الكوميديا. كلمنا عن دورك في العمل. والله شوف هو الدور في العمل يعني في اكثر من دور فتختلف يعني من دور لدور. يعني نفسك مين اللي تمثل معاه هنا من مصر؟ والله كنت اتمنى احمد زكي الله يرحمه، فؤاد المهندس الله يرحمه في المسرح، كنت فعلا هذه امنيه من امنياتي، والان ما زالت امنيتي التمثيل مع احمد صبحي برضو الاستاذ صبحي. طبعا في فنانين كبار مثل احمد السقا، احمد عز، محمد رمضان، بعض اعماله يعني في فنانين كبار برضو كنت اتمنى امثل مع نور الشريف الله يرحمه، عمر الشريف الله يرحمه. يقولون لك the dream comes true، الأحلام تتحقق، وبإذن الله إن شاء الله يعني ننطلق للعربية وللعالمية بإذن الله. والله الفترة الجاية في عندنا مسرحيات، وفي عندي فيلمين جالس أكتبهم إن شاء الله. يعني شكرا لكم سيدتي، شكرا لكم مجلة سيدتي بكل مسؤوليها وبكل المنتمين لها، ويعطيكم العافية، ونحن أيضا نكملكم وأنتم تكملوننا. شكرا لكم ويعطيكم العافية. أخوكم عبد العزيز الفريحي.